الصينيين وصلوا دهب. دي رحلة تبع شركة سورة الامبير، وأول مرة يجوا دهب، رحلة جديدة بيجربوها. جايين من القاهرة امبارح ويطلعوا رحلة سفاري دهب، بيجوا بعد كده يغدوا على المركب هنا. فان شاء الله دي بقى رحلة جديدة وملف جديد يتعمل، وكل الشركات اللي شغالة في الصين يطبقوه. زي ما انتم شايفين الناس كلها مبسوطة اهو، ده وفد 20 صيني جاي هنا دهب بعد رحلة سفاري في الكانيون، وهيتغدوا هنا على المركب في مدينة دهب. زي ما احنا شايفينهم الناس مبسوطة جدا اهي، وان شاء الله الشركات كلها اللي شغالة في الصيني تعمل رحلات شرم الشيخ ودهب. الناس منبهرة بالجو، منبهرة بالمكان، بالفيو، بكل حاجة. وطبعا ما هينبهروا اكتر دلوقتي لما يعملوا سنوركلينج في منطقة اللاجونة ويشوفوا الشعب المرجانية والسمك اللي هنا. فياريت كل الشركات اللي شغالة صيني تبعت تجيب زباين هنا في شرم الشيخ ودهب، لان هي رحلة ممتعة جدا وهينبسطوا منها جدا. واللي ورا المركب ده، دي الغواصة يعني، ممكن برضو تنضاف للبرنامج بعد المركب يعملوا غواصة. دي رحلة صيني تبع شركة سولار امباير، ومعاهم المرشد الصيني مستر محمد، والمرشد من جنوب سيناء محمود حبيب.